أمير المؤمنين عليا ولي الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. صدق الله العلي العظيم. آية قرآنية مباركة كثيرة البركات، كسائر الآيات القرآنية المباركة. توقفنا قبل سنوات بعيدة، لعله قبل أكثر من 15 عاما، لعله عند بعض جوانب هذه الآية العجيبة، ونقف بإذن الله تعالى عند جوانب أخرى. خمس نقاط حول هذه الآية المباركة. النقطة الأولى: كل الأمم يوجد في يوم القيامة من يشهد عليهم، يوجد شاهد عليهم. جئنا من كل أمة، كل أمة بشهيد. هذه الآية هكذا تقول: كل الأمم يوجد في يوم القيامة شاهد عليهم. الرسل هم الشهود على أممهم. العدالة التي هي شمة من العدالة، ليست العدالة المطلقة، العدالة في الدنيا، هذه العدالة لا تقبل شهادة شخص على شيء لم يره ولم يشهده، فكيف بالعدالة المطلقة في القيامة؟ في يوم القيامة تقبل شهادة شخص لم يشهد، لم يرى؟ مستحيل. هؤلاء الشهود، هؤلاء الرسل الذين يشهدون على أممهم، يشهدون على تفاصيل ما صنعته أمتهم، كيف يشهدون إذا ما كانوا يرون؟ ماذا صنع هذا الشخص من أمة إبراهيم في داره إذا كان إبراهيم لا يعلم؟ إذا كان إبراهيم لم يرى، لم يشهد، كيف يوم القيامة يشهد؟ نوح هكذا،
موسى، عيسى، بقية الأنبياء على نبينا وآله وعليهم الصلاة والسلام. هؤلاء يعلمون، ليس مجرد علم، رأوا تفاصيل ما صنعته أمتهم، يعلم بتفاصيل ما في بيوتهم، ما في جهرهم وما في إخفاتهم، ما في دورهم وما في خارج دورهم، في السر والعلن يعلمون. القرآن الكريم يحكي قول عيسى لأمته: وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. أنا في البيوت أعلم ماذا يحدث، ما الذي تأكل، ماذا تدخر. فهذا المقطع من الآية المباركة يدل على أن كل الشهود وهم الرسل من أولي العزم ومن غير أولي العزم أيضا، هؤلاء كانوا يعلمون شيئا من علم الغيب. علم الغيب المرتبط بأمتهم كانوا يعلمونه، كما يقول القرآن الكريم: لا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. كل رسول يعلم شيئا من الغيب، المقدار الذي يرتبط بأمته يعلمه، يعلم تفاصيل ما يصنع ما تصنعه أمته. نقطة ثانية، ظاهر هذه الآية المباركة ناهيك عن وجود روايات شريفة تبين هذا الظاهر من هذه الآية المباركة، أن الرسل في يوم القيامة يحتاجون إلى من يشهد لهم. من يشهد؟ الآية واضحة: وجئنا بك يا رسول الله على هؤلاء شهيدا. في يوم القيامة رسول الله صلى الله عليه وآله يشهد لنوح، يشهد لإبراهيم، يشهد لموسى، يشهد لعيسى، يشهد لسائر الرسل، يشهد للشهود وهم الرسل، يشهد بأنهم قد بلغوا، بأنهم قد أدوا واجبهم. كيف يشهد إذا لم يكن موجودا في ذلك الزمن؟ ممكن تقبل شهادة شاهد لم يشهد، لم يرى؟ يدي في يوم القيامة تشهد لأنها كانت موجودة، تشهد علي في المواقف التي كانت هذه اليد موجودة. ممكن أن تشهد يدي على شخص آخر لم ترى موقفه؟ لا يمكن. رسول الله صلى الله عليه وآله حسب هذه الآية المباركة، حسب الظاهر من هذه الآية المباركة: وجئنا بك على هؤلاء. اسم الإشارة يرجع إلى المذكور في الآية، هذا هو الظاهر. ارجاع اسم الإشارة لشيء غير مذكور هذا خلاف الظاهر. وجئنا بك يا رسول الله على هؤلاء الشهود الذين يشهدون على أممهم، جئنا بك على هؤلاء شهيدا. كيف يشهد رسول الله على نوح؟ نوح كان قبل ولادته رسول الله صلى الله عليه وآله بآلاف السنوات، هذا معناه أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان حاضراً ويعلم تفاصيل ما صنعه نوح، وإلا كيف يشهد عليه؟ ما كان مولوداً ولكنه كان موجوداً. كنت نبياً وآدم بين الماء والطين.
رسول الله صلى الله عليه وآله شهد ما صنعه نوح، شهد تفاصيل ما صنعه نوح، كان موجودا ببدنه الشريف، ما كان موجودا بين الناس، بروحه، بنوره، بإشرافه، بإحاطته، كان موجودا ويشهد في يوم القيامة، يشهد. هذا ظاهر هذه الآية المباركة. ثالثا، أقرأ لكم حديثا شريفا، طبعا الأحاديث في هذا المجال كثيرة كثيرة كثيرة، متواترة إجمالا بلا شك ولا شبهة، حديث لطيف. هذا الحديث رواه الكليني رضوان الله تعالى عليه في الكافي بسند صحيح على الأصح عن الإمام أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه، قال: إذا كان يوم القيامة وجمع الله تبارك وتعالى الخلائق، كان نوح أول من يدعى به لعله من الشهود، أول شخص على الإطلاق، ربما لا أعلم، وربما لا، من الشهود أول شخص يدعى به هو نوح. لماذا نوح؟ لا أعلم. أول من يدعى به هو نوح، فيقال له: هل بلغت؟ من أهم واجبات الرسل التبليغ، التبليغ يعني ماذا؟ الإيصال. أوصلت؟ بلغت؟ فيقول: نعم. فيقال له: من يشهد لك؟ نوح معصوم لا يكذب، صحيح. في القيامة يوجد نظام آخر، قوانين ثانية، صحيح أنه لا يكذب بلا شك، لا يرتكب أصغر ذنب، فكيف بالكذب؟ ولكن يحتاج شاهد، هذا قانون. فيقال له: من يشهد لك؟ فيقول نوح، يعني يقول، فيقول: محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. لا بأس، اذهب جئ به أو جئ بالشهادة. فيخرج نوح فيتخطى الناس حتى يجيء إلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أين رسول الله؟ وهو على كثيب المسك ومعه علي صلوات الله عليه. اللهم صل على محمد وعلى محمد. كثيب يعني التل، تل من المسك، تصوره أصلا صعب، كم جميل. طبعا هذا المعنى أن رسول الله وأمير المؤمنين وشيعة علي صلوات الله عليهما وآلهما على كثبان من المسك، هذا المعنى مستفيض. كثبان، كثبان جمع كثيب، تلال، وعلى التلال منابر من نور، هذا المعنى قلت في روايات أخرى أيضا وارد. يأتي نوح إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وهو مع أمير المؤمنين صلى الله عليه وآله على كثيب المسك، إلى أن يقول الإمام عليه الصلاة والسلام في نقل هذه الصورة من يوم القيامة: فيقول نوح لمحمد صلى الله عليه وآله: اللهم صل على محمد وآل محمد. يا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، إن الله تبارك وتعالى سألني: هل بلغت؟ فقلت: نعم. فقال: من يشهد لك؟ فقلت: محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. يعني يا رسول الله أطلب شهادتك. نوح من أولي العزم. فيقول النبي صلى الله عليه وآله: خلاص أشهد لك. ولكن مقام رسول الله جدا جدا عالي، لا يحتاج رسول الله أن يذهب إلى
تلك المنطقة التي هي منطقة إصدار الأحكام مثلا في يوم القيامة، لا يحتاج أن يذهب هو بنفسه، يرسل من يذهب إلى هناك ويشهد لنوح من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله. يرسل من؟ فيقول النبي صلى الله عليه وآله: يا جعفر ويا حمزة، اذهبا واشهدا له أنه قد بلغ. جعفر وحمزة يذهبان ينقلان عن رسول الله، ينقلان شهادة النبي صلى الله عليه وآله. فقال الإمام أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: فجعفر وحمزة هما الشاهدان للأنبياء بما بلغوا. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذان سلام الله عليهما. أي نبي يأتي يطلب من رسول الله صلى الله عليه وآله الشهادة، النبي صلى الله عليه وآله يرسل هذين، جعفر وحمزة سلام الله عليهما: أنتما اذهبا أديا الشهادة عني. الراوي يقول: فقلت جعلت فداك، فعلي عليه الصلاة والسلام أين هو؟ لماذا رسول الله لا يرسل أمير المؤمنين؟ فقال الإمام أبو عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام: هو أعظم منزلة من ذلك. أمير المؤمنين منزلته أعظم من هذا؟ قلت لكم حديث صحيح السند على الأصح. لا، أمير المؤمنين لشيء أعظم. تلك آية قرآنية، هذا حديث شريف. نقطة رابعة: هو أعظم منزلة من ذلك. يعني ماذا؟ ما هو معنى هذه العبارة؟ بعض القوانين في الدنيا وبعض القوانين حتى في القيامة قوانين عامة لكل الأشخاص، ربما يوجد استثناء في الدنيا في بعض القوانين، بعض القوانين كثير من القوانين يوجد لها استثناء، في القيامة أيضا بعض القوانين كثير منها يوجد لها استثناء، ولكن ربما يكون قانون عام بلا استثناء. أحد كبار مراجع التقليد أدام الله ظله الشريف ذات مرة سئل، الرواية الشريفة المتواترة أنه لا يجوز أحد الصراط إلا معه صك من أمير المؤمنين صلوات الله عليه، سئل ذاك المرجع، قيل له: هذا القانون قانون لكل الناس؟ قال: نعم. قال السائل: قال حتى لرسول الله؟ ذاك المرجع قال: لا نعلم، ولكن ربما حتى لرسول الله. ثم مثل بمثال لطيف، قال: في الدنيا رئيس الجمهورية، الملك، الأمير يريد أن يسافر، يحتاج إلى جواز، الجواز من يوقعه؟ وزير، رئيس وزراء، قانون. صحيح ذاك أعلى مرتبة من هذا، ولكن هذا قانون يلزم أن تحمل جواز سفر، وجواز السفر من يوقعه؟ شخص آخر لعلك أنت أعلى من مقامه، ولكن هذا قانون. ففي يوم القيامة ربما، ذاك المرجع يقول ربما، لا نعلم، ربما يأتي أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقبل يد النبي صلى الله عليه وآله ويعطيه الجواز، جواز العبور على الصلاة، وربما يكون النبي صلى الله عليه وآله استثناء، ممكن. بعض القوانين قوانين عامة لا يوجد لها استثناء، بعض القوانين يوجد لها استثناء. الرسل في يوم القيامة
يحتاجون إلى من يشهد لهم. من يشهد لهم؟ رسول الله صلى الله عليه وآله. رسول الله صلى الله عليه وآله أيضا يحتاج إلى من يشهد له؟ يحتاج لا، ولكن ربما، أقول ربما، ربما يكون هذا قانونا في يوم القيامة حتى لرسول الله، ممكن، لا أعلم. رسول الله من يشهد له؟ يوجد من هو أعلى من رسول الله صلى الله عليه وآله في الخلق؟ لا. يوجد من يشهد لرسول الله؟ نعم يوجد، اثنان. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. اللهم صل على هذا. شاهد لرسول الله، شاهدان، الله عز وجل يشهد لرسول الله، والثاني من عنده علم الكتاب، متواتر الروايات الشريفة بالعشرات، بالعشرات روايات شريفة، التواتر يحصل بعشرة أخبار كما يقولون، أو ما يقارب هذا العدد، أحيانا أقل من عشرة أيضا. في هذا المعنى عشرات من الروايات الشريفة فقط وفقط في كتاب بصائر الدرجات 21 رواية، أن المقصود بمن عنده علم الكتاب في هذه الآية المباركة هو المولى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه. اللهم صل على محمد. الشاهد هو أعلى، هل أمير المؤمنين أفضل من رسول الله؟ لا، ولكن أمير المؤمنين يشهد لرسول الله، لأن أمير المؤمنين نفس رسول الله. الله يشهد لرسول الله وأمير المؤمنين، أمير المؤمنين من هو؟ بنص القرآن الكريم، بنص آية المباهلة، هو نفس رسول الله صلى الله عليه وآله. ولعله إن كان هذا المعنى تاما، إن كانت هذه الآية المباركة تفيد هذا المعنى حتى في القيامة، الآية واضحة أن الشاهد لرسول الله صلى الله عليه وآله الله أمير المؤمنين في الدنيا فقط أو حتى في القيامة، إن كان هذا المعنى تاما حتى في القيامة، يعني في القيامة أيضا أمير المؤمنين يشهد لرسول الله صلى الله عليه وآله، فربما هذا جانب من معنى كلام الإمام، هو أعظم منزلة من ذلك. الذي يشهد للرسل جعفر وحمزة سلام الله عليهما، أمير المؤمنين إذن أين؟ لا، أمير المؤمنين يشهد لشيء أعلى، يشهد للشاهد الأعظم صلى الله عليهما وآلهما. خامسا، الكلمات بعضها لها موارد ضرر ولها موارد نفع، كلمات تستعمل لنفع وتستعمل نفسها للضرر. في اللغة العربية في هكذا كلمات التفريق بين النفع، بين النفع والضرر يكون بأداتين، إذا كان اللفظ للنفع يؤتى بحرف اللام، أداة اللام، إن كان المعنى للضرر يؤتى بحرف على. يقول دعوت لك أو دعوت عليك، دعوت لك باللام يعني دعوت لصالحك، قلت إلهي أرزقه شيئا حسنا، إلهي اجعله من شيعة أمير المؤمنين، هذا يقال دعوت له. إذا كان الدعاء ضد شخص يقال دعوت عليه، يعني دعوت أن الله عز وجل يسلب منه الرحمة مثلا والعياذ بالله تعالى. لام للنفع، على للضرر. ولكن في كثير من الموارد على تأتي لا للضرر، تأتي لبيان معنى العلو.
عيسى ابن مريم ماذا قال؟ قال ربنا أنزل علينا مائدة من السماء. لماذا ما قال أنزل لنا؟ المائدة كانت من صالحهم ما كانت عليهم. لا، هنا ليس بمعنى الضرر، هنا على بمعنى العلو، لأن المائدة نازلة من الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل عالي طبعا، ليس في مكان، سبحانه عما يشركون، سبحانه عما يصفون، في مكان عالي لا، ولكن هو العلي العظيم، هو الأعلى. فلأن هذه المائدة تنزل من الله تستخدم أداة على بمعنى العلو، بمعنى أن هذا شيء من العالي. رحمة الله في القرآن الكريم، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. عليكم، لماذا ليس لكم؟ لا، لأن رحمة الله من فوق، من الله سبحانه وتعالى، تأتي بلفظ على. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد. الصلاة التي نصليها هذا طلب من الله سبحانه وتعالى لرسول الله، فنقول على، نقول اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. نأتي بلفظة على، على بمعنى أن هذا شيء من العلو. فيما بيننا نحن نقول رحمة الله على فلان، رحمة الله لفلان، ليس ضد فلان، لا، هنا بمعنى العلو. اللطيف جدا بين تلك الآية المباركة وبين هذا الحديث الشريف أن أحدهما ذكر جانب العلو فجاء بلفظ على، والآخر ذكر جانب النفع فجاء باللام. الآية المباركة جاءت بلفظ على، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. رسول الله أعلى، فرسول الله صلى الله عليه وآله يشهد عليهم، يشهد عليهم لا ضدهم، لا ضد الرسل، يشهد بصالح الرسل، ولكن لأنه من رسول الله، رسول الله أعلى، جيء بلفظة على، أداة على، لتبين هذه الآية المباركة جانب العلو. الرواية الشريفة جاءت بلفظ اللام، بأداة اللام، يعني شهادة رسول الله صلى الله عليه وآله لصالح نوح، لصالح إبراهيم. فجعفر وحمزة هما الشاهدان للأنبياء لصالحه. الآية المباركة ذكرت بعدا من هذه الشهادة العظيمة النبوية على الأنبياء لأنه من علو. الرواية الشريفة ذكرت الجانب الآخر، الشهادة تكون لصالح الرسل، رسول الله هو الشاهد، إنا أرسلناك شاهدا. رسول الله صلى الله عليه وآله قبل أن يولد في هذه الدنيا كان شاهدا، وبعد أن استشهد أيضا شاهد، يشهد علينا لأنه شهادته من فوق، ويشهد إن شاء الله لنا بطريقتين. يشهد الآن رسول الله صلى الله عليه وآله مستشهد، كيف يشهد؟ هذا كلام من لا يعرف أوليات الدين. يشهد، يشهد بطريقتين، يشهد يرى، يرى بطريقتين. الطريقة الأولى يشهد بوجود خليفته بقية الله الأعظم المهدي من آل محمد صلى الله عليه وسلم. فعندما الإمام يشهد كأن رسول الله قد شهد. الشيء الثاني هو رسول الله يشهد، الآن هو يشهد.
أعمالنا تعرض على إمام زماننا وتعرض على رسول الله صلى الله عليه وآله في اليوم مرتين صباحا ومساء عرضا إجماليا، وتعرض على إمام زماننا وتعرض على رسول الله صلى الله عليه وآله عرضا تفصيليا في الأسبوع مرتين، يوم الاثنين عرضا تفصيليا يوم الاثنين ويوم الخميس. نسختان، ليست نسختان، ولكن هكذا نقول الأمر الفلاني ترسل منه نسختان، نسخة إلى رئاسة الوزراء مثلا، نسخة إلى الوزارة الكذائية، صحيح؟ كل الأعمال نسختان، نسخة إلى إمام زمانك، نسخة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، ليست نسختان، يرى يشهد، ليس شيء تعرض عليه ولكن هو يشهد، هو شاهد. يا رسول الله أنت الشاهد الأعظم، يا أهل بيت رسول الله أنتم سادة الشهود، اشهدوا لنا بأننا نحبكم. نسأل الله سبحانه وتعالى ببركات رسول الله، ببركات مولانا وسيدنا بقية الله الأعظم، أن لا يفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين أبدا. اللهم زد في قلوبنا حب محمد وآل محمد وحب شيعتهم، وزد في قلوبنا بغض أعدائهم. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد.